بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهوريه العراق الشقيقه بمناسبه منح البرلمان العراقي الثقه لحكومته اعرب سموه فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبه وتمنياته له ولحكومته دوام التوفيق والنجاح ولشعب جمهوريه العراق الشقيق مزيدا من التقدم والنماء